بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم خبيزات معمرين، ماشي خبيزات، فطائر معمرين بواحد الحشوة لذيذة. تبعوا معايا، عندي 100 غرام ديال الفينو تقريبا كاس، وعندي ربعة ديال الطحين، ربعة ديال الطحين اللي هو زلافة. غادي ندير شوية ديال الملحة، حيت اصلا وغندير شوية ديال الخميرة الفورية، واحد القبيصة. واحد القبيسه ديال الخميره الفوريه، هيا راس معلقه ديال الخميره الفوريه، هادشي اللي غندير دابا ان شاء الله. غادي ندوزو العجين. بسم الله، الماء سخون، الماء دافي، ما دافي كيجيو زوينين. طبعا انا راه ما كنعجنش، كندلكش العجينه دلك دلك دلك، كندير داكشي ندير على سميتو ديالي، على جهدي، حيت العجين اصلا تتخلطيها مزيان مزيان، كتحطيها في شي بلاستيك غذائي ولا تغطيها في بلاستيك غذائي تطلق. تقريبا بحال عجينه المسمن. حتى شي نهار نشارك معكم الطريقه ديالي في المسمن ديال اتاي، المسمن تيدوزو بها اتاي. خلط العجينة هكا مزيان، الحشوة باش غنعمر الفطائر ديالي هي هذه. عندنا كوريطة اللي هي القرعة مع خيزو مع الجزر محكوكين ومصوطين شي ديال الزيت، فلفلة خضراء وصفراء مخلطين مشحرين في الزيت، بصلة مشحرة في الزيت، الزيتون، معلقة ديال الخردل اللي هو لا موطارد، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال سميتو الهريسة الحارة، قزبور ومعدنوس مقطعين، فص ديال الثوم. وهنا عندي الدجاج حتى هو صوطيتو في شويه ديال واحد معلقه ديال الزبده، واحد رشاشه ديال الملح، الصدر ديال الدجاج. غادي دابا ندير فيه هذا الخليط كامل ونعاود نشحر هذا الشيء كله يتميلونجا، عادة نعمر به الفطائر. ها هو هادشي، ما شاركتوش معكم خضر، قلت حتى نطيبو، راه باين الطريقة كيفاش طبعا كما عارفين العطرية ما درتهاش، كيجي هادشي بنين في العطرية، ما درتش العطرية، ما درتش بزاف ديال الحوايج،
الفرماج مثلا، هاد الصدر ديال الدجاج هكا، ولا لادن، ولا المهم، ولا الكفتة. انا كنفضل بزاف الصدر ديال الدجاج حيت ناشف كيجيني زوين. هذه هي الحشوة. غنديرها دابا تشحر شوية على حساب ديك التومة والربيع وهذا، ولا موطار اللي تخلط مع هاد الخضر ياخدو التنسيم ديالو، ينسموهم. حشوة لذيذة واقتصادية، وهذا الشيء كاين في كيتواجد في كل دار. هاد الطريقة كناكلو بها الخضر بالأخص الكورجيت، هاد الطريقة كيتكلو بها الخضر. هذه هي الحشوة، دابا غادي نديرها طيب ونعاود نتلاقاو. العجينة ها هي، بعد ما انا كنغطيها غير هذه بحال هكا بحال هكا بلا ما كنديرهاش في الداخل، بلا سميتو. غادي دابا نقطعها، كاين شويه الزيت خبيزات، غنجمعهم بحال هكا كاملين. شتو العجينة ما دلكتهاش بزاف كيما شتو معايا، هاهي كتجي بحال لا مدلوكة، رطبة وزوينة ما شاء الله. دابا غادي نبدا نسرح فيها، هادي نقسم هادي على هادي، باش ميجيونيش تلات. غنسرحهم طبعا كاملين بحال هكا، ومن بعد كيجيوني ساهلين بهذه الطريقه هذه مع العجينه تقريبا ديال هذا ديال الفطائر ولا المسمن، ما كتبغيش تكون رطبه بزاف جاريه. ديرو بحال هكا ونحطهم يطلقوا شويه باش ما يمحنونيش في هذا في التكراس. غنحطهم كامل بحال هكا هنا، هنا طبعا ما مسحته مزيان دائما. تجيني ساهلين طالقين ريوسهم بحال هكا، بقات ليا هادي. هانتوما كندير لي بحال هكا، عاد كنعاودو كيجيني ساهل. كنقرص غير بالزيت، كنديرش انا الزبده لهذا، هاد المورقات الزبدة.
العجينة هي كتجري بوحدها. ندير لها هكا، كان غير كندفع فيها بحال هكا، ومن بعد دنب الزيت. هذا غير ربيع، دابا غادي نطوي ان شاء الله. هكا نحط هنا، نجيب واحدة اخرى اللي فايسة بحال هكا، طلقت ديرلها هكا. كنبقى غير ندفع بحال هكا بيدي، ها ما نورك، كنبقى غير ندفع هكا. كتجي العجينة مورقة، راكم شفتو الطريقة كيفاش. غندير شي الزيت ونطوي عفوا. ونحط هنا الزيت ثاني وحدة، المهم نتبع الطريقة بحالها. دابا غنبدا معكم بالعمارة. العجينة ديالي هي كاملة، الغيفات ديالي كاملين هنا سرحتهم، بسم الله على بركة الله. غنبدا دابا نسرح بحال هكا. حشوة الحشوة ديالي، زيد مازال واحد الشوي الحشوة هنا هنايا. هاهي الحشوة، ندير هادي هكا سدها من هنا، نجيب هادي هكذا، هاهي هادي صافي، نحطها هنا. ندير معاكم واحدة أخرى، ساهلين ما معقدينش. كندير هذه هكا، كنجمع بها هذا الجنب باش ما يتكبش ليا فيه. كنجيب هذه كندير لها هكذا، نورك على هنا. ها هو
كيجيو هاد الفطائر لذاذ. نزيد معكم واحدة اخرى العجينة ولو فيها الفقاعات هادشي كندير العجين العجينة بحال كنجيب هذه هكا وكنلبس ليها هذه بهذه الطريقة هكذا اللي هكا نزيد هذه هادي هكذا ونزيد لهادي هكذا وغنبقى مستمرة هكا حتى نكمل الفطائر ديالي. ها هما غادي دابا ندهن بالبيض صفار البيض وندهن بيه بحال هكذا الفطائر ها هما وجدوا زوينين هانتوما مقرمشين عجينه واعره قسم لكم هذه عجينه مقرمشه مقرمشه نعم مهم راه كلهم تيجيو بحال كلهم دايرين بحال هكا الحشوه لذيذه والعجينه ديالهم هاد تاع القرمشين كلهم ها عجينه هشيشه بزاف وما شاهدكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والى فيديو قادم ان شاء الله بحوله وقوته. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم وعلى التعليق ديالكم كنشكركم بزاف واللي دار شي حاجة جزاه الله خير جزاه الله خير.